ده يوم من ايام الثانويه العامه الصعبه، الكيمياء والجغرافيا، الكيمياء العلمي والجغرافيا للادبي. يعني كنا متابعين محاضراتكم من الصبح، اجواء الامتحانات، ايه اللي بيحصل، الطلبه عامله ايه، الاهالي بتسال في ايه، وحاولنا نرد على اغلب الاسئله. دلوقتي موجودين علشان نتابع محاضراتكم الاجواء بعد الامتحان، ان كان اخباره ايه، سهل ولا صعب، تباين في الاراء ما بين الطلبه. خلوني في البدايه ارحب بزميلتي العزيزه، زميله عزيزه ساره اسماعيل. ازيك ساره؟ صباح الخير. ثانية بالظبط. بس خلينا نقول لأحمد كان الكيمياء كما هو متوقع، طبعا كان في نقط عليها يعني خلاف، وكان في نقط كان في طلبة بيقولوا إن هي كانت صعبة شوية. يمكن الحاجة الكويسة إنه مدير مكتب اليوم السابع بسوهاج كان من خلال تواصله مع يعني أحد الموجهين في اللجان كان بيقول إن كان تقريبا في 6 أسئلة صعبة، لكن اللي وصل لنا من الطلبة إن كان في حوالي 3 أسئلة بس اللي كان فيهم بالظبط. كتير كتير، فدي أعتقد نقطة إيجابية، نقطة كويسة. يعني عدد اسئله اقل من اللي كان بعض الطلبه بيتكلموا فيه، وده شيء كويس. نتمنى بس إن احنا لحد نهاية اليوم ما يبقاش فيه مثلا يعني كلام حوالين إن في أسئلة فيها مشاكل زي امتحان الفيزياء. نتمنى بالظبط. على النقيض بقى الجغرافيا، أنا كنت بقول لأحمد يمكن البث اللي فات إنه أنا بحب المواد اللي هي بتبقى زي هدية كده للطلبة، فالحمد لله الجغرافيا دايما بتنصرنا كل سنة، فكانت لذيذة وجميلة وسهلة، اغلب فدي الاراء طلع سهل، الحمد لله. كويسة الحمد لله. اغلب الاراء عن الجغرافيا طالعه كويسه، كل مراسلينا في كل المحافظات بيرصدوا بفيديوهات كمان، وموجوده على الصفحه تقدروا تدخلوا تشوفوها، واحنا هنحاول نتواصل دلوقتي مع اغلب مراسلينا علشان ننقل لكم الاراء من الطلبه ورايهم في الامتحانات كانت ايه. زي ما ساره قالت، الجغرافيا الحمد لله كانت سهله، الكيمياء كان فيها كام سؤال كده بيقدروا المستويات المتوسطه للطلبه، الكلام داير اكتر على انها كانت في حدود 3 اسئله. هنعرف برضو كل التفاصيل مع كل المراسلين لما يدخلوا لنا واحد وراء التاني ان شاء الله. طيب ساره، شايفه كده ان اليوم الصعب انتهى خلاص؟ اصعب ايام الامتحانات كده في ثانويه عامه خلصت، والباقي ان شاء الله هيكون سلس وسهل وجميل؟ بص خليني اقول لك ان انا كنت برضو شعبه ادبي يعني، فانا حاسه ان بالنسبه للمواد الادبي باقي لهم تقريبا علم نفس واجتماع وفلسفه ومنطق، فعندهم مواد خفيفه الى حد ما يعني، طبعا اسهل بكثير من التاريخ والجغرافيا، ممكن برضو فيها نقط لان هم بيدرسوا جغرافيا سياسيه، فيمكن يبقى ان شاء الله يعني اللي باقي لهم خفيف. حاسه انه مواد العلمي علوم برضو الى حد ما سهله. النقطه بقى اللي مخوفاني شويه فكره علم الرياضه، ان عندهم 4 مواد رياضيات او ماث بالنسبه لمدارس الانجليزي، فممكن يبقى علم الرياضه هم اللي شويه يعني هم كمان نفس الناس هتخلص، فدايما ببقى حاسه ان علم الرياضه اكتر ناس يعني احنا بنبقى متعاطفين معاهم علشان عندهم مجهود كبير، لسه عندهم مواد رياضيات كتير 4 مواد تقريبا، وهم اخر ناس بتخلص، لسه ان هم بالنسبه لهم شويه يعني ايه، ان شاء الله طبعا يبقى اللي جاي سهل، بس متهيألي ان هم نفسيا هيبقوا شويه مضغوطين اكتر من شعبه الادبي وشعبه علم العلوم. جميل. انا شفتك بعد الساعه ما كانت 12 بالظبط مسكتي تليفونك وجري كده، فضلت تعملي اتصالات وتليفونات مع قرايبك اللي في ثانويه عامه. ايه الاخبار؟ طمنيني كده، عندك علمي ولا عندك ادبي؟ قالوا لك ايه؟ كلموكي على ايه؟ رياضه، ده مش تحيز عشان كنت بشوفك على علمي رياضه، بس فعلا انا كنت ادبي ويعني عندي في البيت ثانويه عامه علمي رياضه، فقادره اشوف الفرق، وفعلا يعني الضغط النفسي عليهم كان صعب قوي. الحمد لله النهارده كانوا مبسوطين يعني، ما كانش مثلا الامتحان سيء، ما كانش فيه بكاء لا هي ولا صحابها، كان فيه احمد انهيارات اللي كانت موجوده في ماده الفيزياء، فالى حد كبير الحمد لله الدنيا كويسة لحد ما لطيفة، نقدر نقول انه الامتحان فيه تفكير لكن ما كانش سيء، ما كانش مثلا في مستوى امتحان الفيزياء، مع ان دايما بيتقال ان الكيمياء غدارة زي ما يعني كتير شايفين السمعة دي عن مادة الكيمياء، زي برضه سمعة مادة الجغرافيا انها سهلة، فالحمد لله ان النهارده يعني خلف ظننا ان الكيمياء كانت متوسطة والجغرافيا الحمد لله كانت سهلة. طب الحمد لله يا رب كده تكون سهله على كل الطلبه. وبرده خلينا يا ساره نحاول نوصل اكتر لزمايلنا المراسلين في كل مكان، نشوف ايه الوضع وايه الحل، ايه الطلبه بيقولوا ايه وبيعملوا ايه. برده نبدا مين؟ نبدا بمارينا تراشر. مارينا تراشر زميلتنا الموجوده في محافظه الجيزه علشان تنقل لنا الصوره من محافظه الجيزه ومن امام اللجان. مارينا مساء الخير. كويسين وكله زي الفل، وحابين نطمن منك اكتر على الطلبه النهارده، طالعين عاملين ازاي، بيقولوا ايه، الكلام اكتر على ايه.
اتفضل. متوسط لكنهم يتحدوا، هم شويه محتاجين كتير لكن هم هيتحدوا. بقيت الامتحان بيقولوا ده كانوا متعودين عليه بقيت السنه ونفس الكلام بيتذكروا. كمان في ورقه التقييم او دراسه المكاتب اللي بتكون موجوده مع المساعد بيقولوا ان في اسئله منها بتاع 4 اسئله مثلا من ورقه التقييم دي. ده بالنسبه للامتحان الثاني الناس كلهم مبسوطه وبيقولوا 10 اسئله بس بقى ممكن يكون فيهم تفكير زياده. 10 اسئله هم محتاجين تفكير. ممتاز. بالنسبة لتحمل الجغرافيا شاب الأدبية طبعا حلو جدا، كانت المشكلة الوحيدة عندهم إن الخريطة بقى أبيض وأسود. أو حاسين إن الخريطة مكسدة، لكن في ناس قالت لا الخريطة كانت تمام هما كانوا شايفين. ده كان من امتحان الجغرافيا، الامتحان كان كله حلو كان مباشر، كانت مشكلته بس في الخرايط. طيب مارينا، احنا في كام معلومه جات لنا كده ان الكيمياء في 3 اسئله كانوا يعني صعبين جدا جدا على كل الطلبه وعلى اغلب الطلبه، هل الكلام ده حقيقي ولا مش مظبوط زي ما انت نقلت الصوره؟ بيقولوا بالظبط 10 اسئله خدتني برضه موضحه اكتر، ماما كانوا بيقولوا ان هم عندهم سؤالين، في سؤال مباشر والسؤال الثاني محتاج تفكير. يعني بالنسبه للطلاب يقولوا هم ال 10 اسئله بس محتاجين تفكير زياده عن الرسوم غير بقيه الامتحان. ده قدام بالظبط مدرسة كمان عبد الناصر في الدقة. ممتاز. كل المدرسة طالعة بتقول الكلمة دي. طيب يعني اتفضل. لكن باقي الامتحانين كان في حاجة كانت الناس كتير جدا فيعني هم خارجين مبسوطين، هم خارجين النهاردة بيضحكوا على عكس مثلا حاجة في هم كانوا خارجين بيضحكوا. طب جميل. أنا الحقيقة بشكرك يا مارينا، الزميلة مارينا تراشر من مدرسة جمال عبد الناصر في محافظة الجيزة، أنا بشكرك كالعادة على مجهودك اللي بتقدميه من بداية امتحانات الثانوية العامة، شكراً يا مارينا وهنستمر معاكي الفترة اللي جاية في تغطية امتحانات الثانوية العامة والطلبة، بشكرك مارينا تراشر. يا سارة، هي مارينا نقلت لنا الصورة وقالت إن الكيمياء فيها كان 10 أسئلة فيهم نوع ما تفكير، سؤالين مقالي، واحد كان صعب، واحد كان نوعاً ما يعني اقل في الصعوبه، بس هم دول كانوا اصعب حاجه. بس كتير كتير. احنا لما كنا بنتكلم النهارده الصبح ده حسب طبعا اللي قالته الوزاره ان هم 70% بتخص كل المستويات، 30% لل يعني الفروقات الفرديه، فاعتقد 3 اسئله كفايه. انا مش عارفه بقى ال 10 اسئله دول يعني الطلبه ده بالاجماع ولا في طلبه شايفين انه في 10 فعلا يعني كل طالب حسب مذاكرته يعني. طب مش عارف انت يا ساره بتقدري تقولي ان بالاجماع يعني نستنى مثلا ساعتين ثلاثه كده نص اليوم يكون كل الطلبه اتكلمت وقالت رايها؟ دي نقطه مهمه جدا يا احمد، بشكرك عليها، ان احنا دايما دايما بعد الامتحانات على طول زميلنا هنا حسين بيبلغنا بالقرارات الصادره عن الوزاره او من خلال غرفه العمليات المركزيه، ان احنا بنبقى عارفين لو هم رجعوا الامتحان وقالوا لهم في فعلا اسئله كانت عكس التوقعات او ما التزموش 100% بالمقدار اللي حطته الوزاره انه يبقى 70 30. فاعتقد ان احنا لو في جديد في الامر ده هيوصل لنا، طالما ما وصلناش فنقدر نقول انها ممكن تبقى فروقات فرديه، واعتقد يا احمد دي حاجه تبقى مبشره. أكيد. ان في طلبه هيقولوا ان الامتحان فيه نقط سهله وفي طلبه يقولوا في نقط صعبه طبعا. ممكن حد يبقى شايف ان في سؤالين صعبين، في طلبه يبقوا شايفين ما فيش اصلا اسئله صعبه. فخلينا نقول ان طالما ما صدرش قرار لحد دلوقتي فدي ممكن تبقى يعني حاجه مبشره، نتمنى اكيد. والجغرافيا ساره برضو يعني زميلتنا مارينا قالت ان مفيش اعتراض او جزئيه واحده اللي كانت اغلب الطلبه بتتكلم فيها وهي ان الخريطه اللي جت في الامتحان كانت ابيض واسود او مبكسله شويه، دي النقطه الوحيده اللي كانوا بيعترضوا بيها. فهي دي النقطه الوحيده، يعني برضو قالت نقطه مهمه، قالت احمد اللي انا شفته النهارده ان اغلب الطلبه طالعين بيضحكوا مبسوطين. ايه ده؟ الحمد لله. حاسين انهم قربوا يخلصوا، حاسه ان ده الاحساس يمكن الطاغي عند الطلبه كلهم ان احنا قربنا نخلص طلبه. اكيد اكيد احساس الضغط يا ساره، ضغط طول السنه، مجهود مش طبيعي بيبذلوه طول السنه، اهاليهم ضغط عليهم، الاهالي نفسهم مضغوطين، زمايل ضاغطين عليهم، مقارنات بالمجاميع، مستقبل بيتحدد بثانويه عامه والمصير المترتب عليها، ضغط مش طبيعي. تتمنى يتلغي الثانويه العامه من مصر. طب وايه اللي هيبقى مكانها؟ يعني ما انت لازم تديني اوبشنز برضه يا ساره، يعني اديني اختيارات بمعنى اصح. لو احنا مثلا عملنا زي ما احنا بنقول كده في اول اليوم عملنا نظام تراكمي،
يبقى يعني في تخصصات من الاعداديه مثلا، يعني من لا مش عايزه اقول من الاعداديه، من بدايه مرحله اولى اعدادي يبتدي ان هو يبقى عنده فكره الشعب زي ما قلنا، يدرسها 4 سنين، احنا 3 سنين اعدادي، 4 سنين، 3 سنين اعدادي، وبعدها يبتدي ان هو يدرس بقى تخصصات صغيره لو السكور بتاعه متحقق نفس التفوق اللي هو كان فيه في المرحله الاعداديه. وبعد كده يبقى زي ما بنعمل، يبقى الكليات ليها سكور، يعني خلينا نقولش مجموع، ما هي هي. يبقى ليها سكور. طب ما انت هتلاقيها هي هي لو بس خلي جينا بالك اتكلمنا انا بحس ان الطلبه بيبقى مثلا طلبه ادبي مثلا بتلاقيها في مواد بتذاكرها كويس، وفي ماده عندها فيها مشكله، صح، يبقى مثلا هي مش متمكنه من التاريخ، هي مش بتفهم علم النفس كويس، هي ما بتحبش الفيزياء لو سمحتي عشان الفيزياء مثلا. اه انت شكلك كنت علم هل مش علوم ما بيحبوش ال بيحبوش الحسابات والحاجات لا دي انا ولا؟ انا كنت شاطر جدا في الماث، يعني كنت في الماث رهيب. كانت عندي مشكله واحده بس، انت بتخليني اقر واعترف التقطير اللي فاتت، ما بتجيبيني بنتكلم بتجيبي دلوقتي على أرض الثانوية العامة فلازم نفتكر ذكريات. بتجيبي رجلي. فالفيزياء كانت بالنسبه لي مشكله، كانت صعبه صعوبه ما كنتش بعرف افهمها تماما، يعني كنت بحاول بكل الطرق. فالحمد لله يعني ربنا قدر ولطف في النهايه وجت في حاجه بسيطه. انا برضه كنت حاسه كده في التاريخ، حاسه كده في التاريخ، ومع ذلك يعني التاريخ من المواد اللي انا قفلتها. بس انا كنت حاسه ان انا كنت خايفه منها، وده ما كانش احساس صح، كنت بذاكرها كتير قوي قوي، يعني كنت كل يوم لازم تاريخ علشان خايفه معلومه تقع. وحاسه برضه ان فكره دي برضه نقطه مهمه، ان احنا الثانويه العامه برضه السنه دي احمد نظام مختلف، هو نظام ام سي كيو اللي هو بيبقى بيحلوه في البابل شيت. اه مظبوط، وبيبقى بيعتمد اكتر على التفكير. بس خلي بالك ان احنا بقالنا كتير قوي متعودين على فكره الحفظ، فالطلبه اتخضوا من فكره ان انا ايه ده، هو انا يعني هذاكر حاجه وبعدين هيجي لي سؤال في حاجه ثانيه معتمد على فهمي. يعني يمكن انا حسيت ده في الجامعه، لان لما دخلت الجامعه ما كانش فيه نظام الحفظ ده، فقعدت فتره طويله قوي بحل وحش ومش عارفه افهم، وحسيت ان انا اتعودت ان انا يعني مش هقول احفظ، لكن اتعودت ان انا ايه، لو انا في قطعه هيجي لي عليها اسئله فهي هتجي لي على القطعه مش اسئله من بره. فهمت قصدي. ففيها حاسه فيها مشكله فكره ان انا اتعود على النظام الجديد، مع انه نظام صحي. انت بتشوفه ازاي؟ هو ما هو كده، لو انت عندك مشكله في التعود على النظام الجديد، طب هنغير ازاي ثانويه عامه؟ يعني انت ده انت بتقترح ان احنا، هل انت مع ولا ضد ان الثانويه عامه تلغي اصلا؟ طب ما هو لو حاطين نظام جديد الناس هتتقبله ازاي؟ ما هو احنا لازم يبقى عندنا فلكسبيليتي شويه، يعني مرونه شويه، ان احنا نقدر نبقى متقبلين التغيير علشان نبقى متاكدين او عارفين عندنا يقين ان ده في مصلحتنا. طب ده انت في مصلحتنا. التغيير ده لو كان بدا من مرحله مثلا الابتدائي، وابتدي ان انا امرن الاطفال بقى ان هم يفكروا مش بس يحفظوا، معاه جدا، كان هيبقى احسن. معاه جدا، معاه جدا طبعا، مع التغيير جدا كان هيبقى اعتقد احسن بكتير من ان احنا نطبقه فجأة في الثانوية العامة. يعني برضو يا احمد انا بيبقى دايما جوايا تساؤل، ليه دايما اي نظام جديد بيبتدي مع الثانوية العامة؟ يعني ليه دايما الثانوية العامة يا عيني هم اللي ياخدوا صدمة التغيير؟ انت لسه قايلها من شوية، انت قايلها من شوية في التغطية اللي فاتت، ان هي ارث واتربى علينا، فضل كبر معانا، تعودنا عليه، حاجة مش عارفين نبطلها. من سنة كام وانت بتسمع عن بابا على الثانوية العامة يا سارة؟ يعني من قبل بقى بكتير 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 جدا، بكتير جدا، من اجيال فاتت كتيره جدا، وكلمه الثانويه العامه دي بتخض. فتغييرها اكيد هيحتاج مننا كلنا ان احنا نبقى مرنين في التعامل معاه، ومش هيبقى سهل، يعني لازم نبقى مقتنعين انه مش هيبقى سهل. بس زي ما بتقول، لو تاهيل من اطفال صغيرين جدا في ابتدائي هيبقى حاجه ولا احلى. في انظمه مختلفه في التعليم، يعني ناس كتير عارفه الانظمه اللي موجوده في مصر غير التعليم الحكومي، بتحاول نوعا ما ان هي تقدم تجربه مختلفه بطريقه مختلفه. فيعني ممكن التجارب دي اعتقد ان هي لو اتدرست صح علشان تتطبق مع نظام يواكب او ينفع يتطبق مع النظام المصري ومع شخصيه الطالب المصري، اعتقد ان هي ممكن في النهايه يطلع شيء محترم للتعليم المصري. طيب خلينا ناخد زميلنا العزيز استاذ محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. محمود مساء الخير. نور، اهلا بيك زميلي. محمود، يعني طمنا عن الاجواء كده، حاولنا نعرف الدنيا النهارده شكلها ايه، الكيمياء والجغرافيا شكلهم ايه، الاراء متباينه، بيقولوا سهله الجغرافيا، الكيمياء فيها سؤالين ثلاثه صعبين، الاراء طالعه شكلها ايه النهارده يا محمود؟
في الحقيقة طبعا بالنسبة للامتحان الكيمياء بالشعبة العلمية، خلينا نتكلم على الشعبة العلمية الأول، لأنه طبعا الشعبة العلمية أكثر من الشعبة الأدبية. طبعا امتحان الشعبة العلمية في الكيمياء كان في تركات كتير صعبة، في مستوى في جزئين في الامتحان، جزء خاص الطلبة بيتكلم على إنه الامتحان فيه أسئلة طويلة شوية، وفي جزء تاني بيتكلم إنه امتحان فيه أسئلة صعبة وطويلة، بالتالي مستوى الامتحان غير مرضي لطلاب الثانوية العامة، وطلبة طبعا يعني مش مبسوطة، في معظمهم مش مبسوط، ولكن الأغلبية العظمى طبعا بتقول إن الامتحان كان محتاج وقت إضافي، وأفكار الامتحان نفسها يعني غريبة شوية بالنسبة لسنوات السنوات السابقة. طيب والجغرافيا بقى تقول؟ جغرافيا امتحان سهل، في تركات بسيطة جدا للطالب المتميز أو المتطور، ولكن مستوى الامتحان مش سهل قوي ولا صعب قوي، ولكن متوسط، ولكن نسبة الأسئلة الصعبة للأسئلة السهلة نسبة قليلة، تالي كان فيه ارتياح بين طلاب الشعب الأدبية بالنسبة لمستوى الامتحان الجغرافي. هل تم رصد أي حالات غش في أي مكان ولا الدنيا عدت بسلام وسلاسة؟ لا، بعد تداول الأسئلة صباح اليوم على مواقع التواصل وغربات الغش، رصدت وزارة التربية والتعليم 4 حالات محاولة غش باستخدام المحمول وسماعات أذن، حوالي 4 حالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرفين فيها، وكمان كان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم النهارده كان بيتابع أول يوم امتحانات الثانوية العامة بعد أداء اليومين وزير للتربية والتعليم، كان بيتابع الامتحانات من داخل غرفة عمليات الوزارة، ووجه طبعا بتوفير كافة وسائل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان الثانوية العامة. يعني كالعادة يا محمود دايما بتعرفنا كل المستجدات وكل التفاصيل، تعبينك معنا دايما الزميل العزيز محمود طه حسين مسؤول ملف تعليم اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا. يعني سارة محمود قال ان للأسف اغلب الاراء عن الكيمياء ان هي غير مرضية، الاراء بتقول ان الامتحان كان محتاج وقت اكتر، الاسئلة ما كانتش سهلة تماما، ده كلام زميلنا محمود واقصي. الجغرافيا كله بيقول ان الامتحان كان سهل، في اسئلة فيها تريكات لكنها كانت بسيطة، ده الكلام من محمود، وزي ما تعودنا محمود الفترة اللي فاتت ان الكلام اللي بيقوله هو بيبقى اغلب شبه حقيقة وشبه واقعية، أو هو شبه اللي حصل بالظبط. هو الحقيقة محمود تعبان معانا جدا جدا من بداية الامتحانات، ويمكن الامتحان اللي فات كان امتحان اللغة الأجنبية المضافة للمجموعة اللغة الأجنبية الأولى، وكنا جبنا له محمود طه حسين هنا يعني من خلال ديسك نشرة أخبار تلفزيون اليوم السابع، علشان يعني يجاوب على كل أسئلة حضراتكم وكل الحاجات اللي بتدور في ذهنكم ليها علاقة بالثانوية العامة بشكل عام. طيب نرجع تاني نقطة الامتحان، احنا كل امتحان برضو يا احمد من الامتحانات اللي ممكن تبقى دسمة شوية، منها طبعا امتحان الفيزياء، امتحان اللغة العربية، النهاردة امتحان الكيمياء، طول الوقت بيبقى فيه مشكلة مع الاسئلة الصعبة مقترن بيها فكرة الوقت، فانا برضو يعني لو احنا بنفكر كده بصوت عالي، هل مثلا المواد اللي فيها دسامة زي الكيمياء الفيزياء اللغة العربية، المواد اللي محتاجة تفكير كتير، هل نقلص فيها عدد الأسئلة؟ يعني أنا برضو ساعات بتخيل إن 46 سؤال هم اختيار من متعدد صحيح، وفي منها أعتقد سؤالين مقاليين، لكن برضو فيهم تفكير بيكون مرهق ذهنيا أكتر برضو، فمش عارفة لو إحنا فكرنا مثلا، بما إن إحنا برضو داخلين على يعني حقيبة وزارية جديدة، فأكيد هنشهد برضو بعض من التغييرات، فهل إحنا لو قلصنا عدد الأسئلة الخاصة بكل مادة حسب تقدير المتقدمين، هذا ممكن يساعد الطلبة على أنها تلحق تراجع، تلحق تبص تاني في الورقة؟ مش عارفة بس بفكر في الموضوع. أنا أعتقد أن هي صورة تحسب نسبة وتلاشوا، يعني نشوف قد إيه طلبة قدروا أن هم يحلوا 46 سؤال ويجيبوا فيهم سكور فوق 80%، فنلاقي أن النسبة مثلا 90%. نشوف الطلبة اللي جابوا قدروا يحلوا ويجيبوا فوق 50%، فهيطلعوا نسبتهم مثلا 30-40%. طب الطلبة اللي ما قدروش يوصلوا 46 سؤال نسبتهم ايه؟ طب لو هم نسبتهم 20% 10%، لا يبقى كده هم اللي عندهم مشكلة، بس الامتحان عدد اسئلته مقابل الوقت تمام، فهي اعتقد ان هي نسبة وتناسب، واعتقد ان هي مدروسة
ان هي تتحسب نسبه وتناسب ما بين عدد الاسئله والوقت مقابل نسبه الطلبه او عدد الطلبه اللي بتادي الامتحانات. فان احنا نقول لا في كذا طالب اشتكى من الوقت فنقلل، لا ما اعتقدش. ما ممكن زي ما بقول لك 80% من الطلبه قدروا ان هم يحلوا 46 سؤال. هو طبعا زي ما انت بتقول فعلا في فروقات فرديه اكيد مش بنعرفها غير بعد الامتحان، بس ده برضه يقودنا لنقطه مهمه جدا. ونقطه الحقيقه بتفرحني قوي انه في محافظه سوهاج، وده يعني كل مره بياكد عليه مدير مكتب اليوم السابع في محافظه سوهاج، ان هم عاملين حاجه لطيفه جدا اتمنى انها تكون معممه في المحافظات، ولو مش معممه يتم بقى التكليف ليها والعمل عليها بشكل صحيح. انه في اتحاد طلبه موجود في محافظه سوهاج في المدارس بيكون منتظر الطلبه بره اللجنه. اولا هو بيسالهم على مستوى الامتحان بشكل عام، تاني حاجه ان هو بيصور خلينا نقول ايه يعني خروجهم من الامتحان، هل على وشهم فرحه، هل هم زعلانين، هل في مشكله، في انهيارات لا قدر الله. ودي بتوصل بشكل يعني سريع جدا لغرفه العمليات وبتدوا ان هم يتابعوا مستوى الامتحان، زائد ان هم بيملوا استبيان في كل الشكاوى الخاصه باللي حصل. ايه الحلاوه دي؟ فانا طول الوقت بتخيل لو انت يعني لو احنا دلوقتي قاعدين بنظبط امتحان الثانويه العامه والامتحان ده هيسلم للطلبه، وانا متاكد ان الاسئله مناسبه للوقت، بس اكيد اكيد مع الوفات الطلبه اللي بتمتحن اكيد هيطلع الطالب يقول لي حاجه هاخد بالي منها. طبعا اكيد طبعا. فان ده بيحصل في محافظه سوهاج دي حاجه مشرفه جدا. تخيل بقى دي لو اتعممت في كل المحافظات، اكيد اكيد حاجه زي اللي حصل في امتحان الفيزياء، حاجه زي اللي حصلت من خلالنا هنا. يعني احنا هنا منصه اليوم السابع الديجيتال اللي نقلت صوت الاسر انها بتشتكي من المراوح، فحصل ايه؟ المراوح بدأ، وكان في تكليف انها ما توقفش ابدا، وفي بديل المروحه اللي استنى. فده كان هيحصل ازاي لو مفيش حلقة وصل ما بيننا، ما بين الأسر، ما بين مسؤول ملف التعليم، ما بين الوزارة وهكذا. فده لو اتعمم على كل المحافظات اعتقد الصورة هتبقى مختلفة تماما. ده اكيد ده اكيد. يعني دايما الاقتراحات المفيدة واللي في صالح المنظومة واللي في صالح الطلبة اكيد يعني اضافتها وان احنا نستفيد منها اكيد اضافة للمنظومة ككل. يعني في اراء في الكومنتات يا ساره برضو بيتكلموا ان الجغرافيا صعبه، الجغرافيا صعبه جدا. مين قال سهله؟ في الجغرافيا صعبه جدا، انتوا بتجيبوا ايه الكلام ده؟ حسبي الله مش عارف ايه في بحط امتحان الجغرافيا، حرام عليكم الجغرافيا وحش جدا. طب احنا عايزين بس ناكد على يعني الناس اللي بيعزمونا يا احمد ان احنا الاراء دي ما بتبقاش ارائنا الشخصيه، يعني ده بيكون من خلال مراسلي تلفزيون اليوم السابع في اللجان المختلفه، دي اراء الطلبه. يعني الطلبه هم اللي بيقولوا مستوى الامتحان. طبعا طبعا في فروقات فرديه، طبعا في طلبه يبقوا شايفين الامتحان صعب، وفي طلبه اكيد يبقوا شايفين اكيد. فده دورنا بس ان احنا بننقل لحضراتكم ايه اللي بيحصل من قدام اللجنه. ملاحظه انها عكس تماما، الناس مش كاتبه حاجه على الكيمياء. انا طبعا اكيد هنتمنى الامتحانين يبقوا سهلين، بس يعني ايه نكون احنا عمالين نتكلم عن الكيمياء وعايزين نغير نظام الاسئله ويطلع الامتحان في الاخر سهل. اكيد ان شاء الله يطلع سهل ويعني تاخدوا درجاتكم كامله باذن الله ان شاء الله. خليني برضو اقول لك يا احمد فضل. انه كان في برضو رساله كانت يعني عجبتني جدا الحقيقه، علياء كاتبه لبنتها رساله لبنت الجميله مريم، انت تعبتي واجتهدتي والكل مجتهد النصيب، انا واثقه في ربنا وفيكي، اعرفي ان اي مجموعه هتجيبيه هو ده الخير لان حسابات ربنا احسن من حساباتنا، ربنا يوفقك ويكتب لك الخير. هذه من الحاجات اللي عجبتني جدا جدا يا احمد، ان احنا داخلين من خلال بقى وظيفتنا هنا في التلفزيون ان احنا داخلين كمان على بقى ماراثون نتيجه الثانويه العامه وكواليس. ما توتريش الناس بقى يا ساره، ما توتريش الناس يا ساره بقى حرام. خلينا ما نقولش مش متوتر. لا 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 التوتر يا ساره كلمه نتيجه الثانويه العامه دي انت مش متخيله. لا انت متخيله اكيد. ايه دي؟ طبعا طبعا. لا 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 صعبه جدا. ليه تفكرين في كده والامتحانات لسه شغاله؟ حرام عليك يا ساره، حرام عليك الناس. انه يعني هل انت شايف ان احنا عندنا وعي كفايه لحد مثلا زي الرساله اللي مكتوبه لمريم؟ كان ايه اللي حصل فخلاص ده خير ولما بيدك وخلاص، ولا ده في ثقه بين ام وبنتها وتقدير لمجهودها اللي هي بذلته وشايفه ان بنتها عملت اللي عليه خلاص راضيه باي حاجه تجيبها. انما تيجي تقولي لي ان انا اب وشايف ابني ما عملش اللي عليه وهاجي اكتب له مسج دي عمري ما هكتبها له.
اللي يكتب مسج زي دي يا ساره اكيد اكيد شايف ان ابنه عمل اللي عليه، مستحيل مستحيل يكتبها من فراغ، فهو راضي. واقول لك على حاجه، مريم دي هتجيب 99%. عايزين عاليه تقول لنا لو سمحتي يا عاليه، ابعت لنا على صفحه اليوم السابع بعد النتيجه ما تبان، وقول لنا مريم جابت كام. ممكن اتمنى والله ان احنا تطلع من الاوائل ونتكلم. بس دي نقطه مهمه، احنا خلينا نروح لنقطه الاوائل. انت بتشوف انه نجاح الثانويه العامه وطبعا المقارنات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، شايف ان فكره التجارب كان في الثانويه العامه تفرق عن انت طلعت من الاوائل ولا لا؟ لا لا، انا شايف اصلا النتيجه مش مقياس بجد، النتيجه مش مقياس عن الحياه العمليه، بس مش هيفهموا الكلام ده غير سوق العمل يعني قدام. الموضوع ما بيجيش مباشرة وهم عندهم 18 سنة أو لغاية لما يتخرجوا، لا، مع بداية سوق العمل سوق العمل وبداية الطريق والرحلة بيكتشف إن لا، اللي فات ده حاجة واللي جاي دي حاجة تانية خالص. الرحلة اللي قدام دي غير الرحلة اللي ورا خالص. أنا أديت جزء في حياتي كان مطلوب مني إن أنا أعمله، بعد كده في حاجة تانية خالص مطلوبة مني بشكل مختلف خالص إن أنا لازم أعمله، فلا مختلفة خالص، والمجموعة مش مقياس أبدا 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 للي جاي قدام. طيب في مثلا نغم بتقول يعني امتحان الكيمياء مستوى ايه؟ احنا لحد دلوقتي مش قادرين نقول يقينا المستوى عامل ازاي، دي حاجه صعبه ان احنا نعرفها دلوقتي، لكن من خلال يعني زميلنا محمود حسين هو مسؤول ملف التعليم باليوم السابع قال لنا انه كان في تقريبا يا احمد جزئيتين او ثلاثه هم اللي كانوا فيهم تفكير بالظبط، وكان بالنسبه للطلبه مش متوافقه مع الوقت برضه، برضه كان في هنا ناس كاتبه انه 46 سؤال في 3 ساعات كتير. ده اغلب الكلام اللي اتقال، نفس الكلام اللي الاهالي قالوه عن كساره هو الكلام اللي قاله مسؤول ملف التعليم في اليوم السابع زميل محمود طه حسين، ان هو من قال محتاج وقت اكتر وان هو غير مرضي لاغلب الطلبه، لكن زي ما انت قلتي برضو يا ساره احنا بس محتاجين كان ساعتين ثلاثه بس يكون كل الناس قالت رايها في الامتحان وفي الماده علشان نقدر ننقل الصوره بمنتهى الوضوح. خلينا برضو نقول بعد ثواني هيكون معنا زميلنا اسامه طلعت من الجيزه، هو صراحه كان في احدى اللجان في الجيزه وهيقول لنا اخبار الامتحان كان عامل ازاي، لان برضو في ناس كتيره كاتبه المستوى الامتحان كان عامل ازاي بالنسبه للكيمياء او الجغرافيا وفي تباين الاراء، فاحنا بنحاول ان احنا ناخد اكبر قدر من المراسلين في المحافظات عشان نشوف راي الطلبه كان عامل ازاي، وبرضو بنفكرهم ان احنا من خلال الصفحه تقدروا تشوفوا اللايفات اللي موجوده، مش بس من خلال البث المباشر شغال دلوقتي، تقدروا تعرفوا اراء الطلبه ايه، لان ده اللي احنا بنعمله هنا في التلفزيون، في اراء مختلفه وفي فعلا تباين في الاراء، ويمكن ده كان العنوان العريض بتاعنا ان في تباين في الاراء ما بين الطلبه، اللي شايف ان امتحان الجغرافيا كان فيه نقاط صعبه او كان كله صعب، او العكس ان امتحان الكيمياء كان فيه سؤالين او ثلاثه هما اللي فيهم تفكير، او الامتحان بشكل عام ما كانش مناسب بالنسبه للوقت. فاكيد اسامه الى حد كبير هيحسن من الموضوع ده، فخلينا نتابع مع اسامه. اسامه طلعت من الجيزه، يعني حابين نطمن منك مساء الخير يا اسامه، وبرده لو طمنا اغلب اراء الطلبه كانت عامله ايه النهارده بعد الكيمياء وبعد الجغرافيا من امام اللجان. انت موجود يعني عامل مجهود كبير من الصبح وعديت على مدارس كثيره قوي وقابلت طلبه كتير، طمنا ايه الاخبار يا اسامه؟ الاول صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا ساره. انا بس سمعت ساره بتقول اسامه طلعت هيحسم الموضوع، انا عايز اقول لكم ان الموضوع فعلا اللي هو بينين، يعني احنا لقينا طلبه خارجين في منتهى السعاده من العلم يعني فيزياء، وبرضه طلبه بيبكوا برضه من الكيمياء، قصدي من الكيمياء برضه، فنفس الماده فيها تباين كبير جدا، في حين ان الجغرافيا يمكن اسهل كتير، لكن كانوا بيتكلموا عن سؤال بس هو اللي كان صعب فيه ان الصوره، يمكن صوره الخريطه كانت ابيض واسود. نفس الموضوع تمام، ده اللي كانوا بيتكلموا عليه بالنسبه للجغرافيا، غير كده الكيمياء يعني فيها تباين كبير جدا، يعني انا كل مره يعني في الفيزياء كنت قلت ان هو صعب، في غيره كنت قلت سهل او صعب، لكن فعلا في تباين كبير جدا في يعني انت النهارده ان الفيزياء اتقال لك صعب قولا واحدا، الكيمياء انت بتسال واحد يقول لك صعب واحد يقول لك سهل، فهو مش قادر يحسم الجدل زي ما انت قلت يا ساره، ما عندوش المعلومه الحاسمه اللي يقدر يقول بيها الامتحان صعب. طب لو قلت لك يا اسامه اغلب الطلبه النهارده قالوا ايه؟ خلينا ناخدهم نسبه، لو انت سالت 10 النسبه كانت كام؟ النسبه الاكبر كانت ان بيقولوا ان الامتحان متوسط، في اسئله صعبه لكن الامتحان متوسط. اسئله صعبه متوسط.
لدرجه ان في ناس النهارده خارجين من الامتحان بيزغرقوا. فاهمني؟ تمام. الناحيه الثانيه في نسبه يمكن اقل شويه او شويتين بيتكلموا ان الامتحان لا الامتحان كان صعب. في بنات كانت خارجه منهاره جدا. فاهمني؟ لكن بالنسبه الاكبر بصراحه النهارده ان الامتحان كان متوسط وكان مقبول. يعني ده اغلب اللي انت رصدته النهارده، لكن زميلي العزيز اسامه طلعت مش قادر يحسم الجد. حاجه تانية حابب تقولها لنا يا اسامه؟ النهارده من ضمن اللقطات الطريفه اللي قابلناها النهارده، لقينا ام ربنا يكون في عونها، ام لثلاث توائم الثلاثه في الثانويه العامه. هي كتير علينا كتير علينا يعني، وهي اصلا مديره مدرسه. فهي دلوقتي قالت ان هي شالت اجازه من المدرسه وعامله مديره مدرسه في البيت، فهي عامله معسكر حرفيا في البيت للثلاث بنات، الثلاث توائم ادبي بيذاكروا نفس الماده. بس طبعا هي قالت ان الموضوع مش سهل كما قد يتخيل البعض، لان كل حد فيهم ليه عقليه وليه استيعاب وليه لازم ضغط في المذاكره او لا. فدي من الطف الحاجات اللي شفتها النهارده، على الرغم ان انا متعاطف معاها جدا بصراحه. ربنا يا رب يخليها تشوف الخير كله في اولادها. انا بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك المستمر. لو تسمح لي طب ثانيه واحده يا اسامه، دلوقتي في كتير قوي من التعليقات، يعني احنا طول الوقت انت متابع معانا من اول الامتحان، احنا طول الوقت حلقه وصل ما بينك وما بين المتابعين وما بين الناس اللي في الشارع، طبعا مراسلين الكرام بتوع تلفزيون اليوم السابع او فريق التقارير، عشان ننقل الصوره كامله. دلوقتي معظم التعليقات بتتكلم على انه احنا جبنا منين فكره انه الامتحان يبقى سهل او صعب، وفي طبعا تباين في الاراء زي ما قلنا. فاحنا عايزين نقول يا اسامه، طبيعه شغلكم في الشارع بتعملوا ايه بالظبط؟ انه الطلبه اللي قالوا ان الامتحان سهل، فدول الطلبه اللي انتوا وقفتوا صورتوا معاهم، واللايفات دي بالفعل موجوده على فيسبوك تقدروا انتوا ترجعوا لها، وبرده الطلبه يا احمد اللي قالوا ان الامتحان كان صعب برده جبناها بنفس الفكره. فاحنا بس يعني بنوضح الصوره دي يا اسامه، ان انتوا بتنزلوا بعد اللجنه وبتتكلموا مع الطلبه وبالتالي بتعرفوا رايهم ايه في الامتحان. ده اللي بيحصل بالظبط. احنا اول ناس بيقابل الطلبه اول ما بيخرجوا من الامتحان، يعني اللي هو بيبقى السؤال اللي كيميا تمام، اللي هو ايه، هو بيبقى رد فعلها تمام زي الفل، الجغرافيا كويسه، فاللي هو انا باخد منه اول رد فعل. بعد كده هو حتى بيروح لاسرته، بيبان بعد كده، لان ده في الاول اللي بيحل في الاول بيخرج بدري. الناس بعد شويه بيبتدي مثلا لو حد اتاخر في الاجابه او حاجه بيبتدي يبان بقى للاخر هل كله خارج تمام ومبسوط ولا في بكاء وعصبيه. فاحنا بنحكم على الموضوع ده اذا كان سهل او صعب من ردود فعل الطلبه نفسهم. اكيد لو الاغلبيه زعلانه يبقى لا الامتحان اكيد كان عليهم صعب. أكيد. لو الاغلبيه تمام يبقى الامتحان كان كويس وعد عليهم تمام. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز اسامه طلعت. بشكرك جدا. شكرا جزيلا. مجهود كبير يعني لمفادي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، مجهود كبير على مدار الامتحانات كلها، بشكرهم شكرا جزيلا. يعني ساره قال ان اغلب الاراء النهارده الكيمياء متوسط مش قادر يحسم الجدل، قال لك في الفيزياء حسمنا الجدل كله ما فيش حد قال ان النهارده بيقول لك اسال واحد يقول لي صعب، اسال حد يقول لي سهل، ناس طالعه بتزغرط، ناس طالعه منهاره مش بتعيط، فهو بيقول لك انا مش قادر احسم الجدل النهارده على الامتحان صعب ولا سهل. وفعلا يعني احنا مش عارفه ده على حظنا. بعمل ايه للاهالي اللي بيسالوا؟ لا وكمان على فكره في طاقه غضب في التعليقات كتيره جدا، فده معناه انه الاسر للاسف محملين بطاقه سلبيه من الطلبه. طبعا مش يعني دي مش طاقه سلبيه يلاموا عليها، ولكن يعني ده الوضع اللي هم اتحطوا فيه في اللجنه، انه الامتحان ما كانش كما يجب. طبعا عشان برضو نطمن حضراتكم، احنا في خلال ساعات قليله جدا بنتاكد زي ما قلنا ووضحنا لحضراتكم، بنتاكد من مطابقه الامتحان للمعايير والمواصفات اللي بالفعل قالت عليها الوزاره. فاحنا طبعا هنتابع يا احمد معاهم كل جديد. وكمان في نقطه مهمه جدا مش عايزين ننسى قبل ما نختم مع حضراتكم، انه المدرسين اللي راجعوا معاكم الامتحان قبل ما الطلبه يبتدوا يروحوا يحلوا الامتحان، وطبعا احنا لسه مكملين في المراجعات، هيجوا برضو المدرسين وهيحلوا امتحان النهارده بالنسبه لماده الكيمياء او ماده الجغرافيا، علشان الطالب اللي حابب ان هو يراجع ويعرف الاجابات بتاعته وبالتالي يقدر يكون كده يعني حاجه مبدئيه هو عمل ايه في الامتحان،
ده بيكون طول الوقت متاح عندنا من خلال صفحة اليوم السابع. أنا اتبسطت جدا معاك يا سارة النهاردة الحقيقة، ورب يا رب يكون بس وشنا حلو على الناس وعلى مشاهدين على أولياء الأمور وعلى الطلبة، يعني نتمنى إن كل اللي جاي يبقى حلو وإن شاء الله الكيمياء تطلع كده حلوة بعد ما نسمع آراء أغلب الطلبة إن شاء الله بعد كده ساعة، نستنى ساعة ساعتين ونسمع أغلب الآراء ونشوف إن شاء الله يطلع متوسط ومقبول نوعا ما وتعدي واللي جاي بس. اتفضل. بالظبط، واحنا برضو يعني زي ما قلنا يمكن في ختام اللايف اللي فات ان احنا برضو بنبسط لكم كل رسائل الحب والدعم، وان احنا فخورين بكل طلبه الثانويه العامه، واحنا هنحتفل بيكم ايا كان ايه مجموعكم، يعني ده دورنا ودي رسالتنا، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نكون قد المسؤوليه وتفرحوا بكل الطلبه اللي في الثانويه العامه باذن الله. بشكر حضراتكم اخيرا على المتابعه، دمتم في امان الله.